وازيك يا شباب، عاملين ايه؟ ياه وحشني جدا جدا جدا. انا عارف طبعا ان انا بقالي اسبوع كده او اسبوعين ما بنزلش اي فيديوز خالص، بس يعني كنت تعبان شويه، بس الحمد لله رجعنا واقوى من الاول. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن نصايح مهمه جدا 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 لطلبه ثانويه عامه قبل ما تدخل الامتحان. يلا بينا على الانترو على طول. عشان يا جدعان والله العظيم، يعني فكرة اللي انا اقعد اسبوعين كده من غير ما اعمل اي فيديوز خالص ولا في قناة الجيمينج ولا قناة هنا، فالموضوع كان صعب جدا جدا عليا. بس ان شاء الله كاتب لكم سكريبتات قوية جدا لمواضيع مهمة جدا، يعني حوار جامد جدا. فانزل طبعا اعمل سبسكرايب قبل اي حاجة ده عشان نبدأ بقى كده ايه نقول اللي عندنا. طيب كلنا عارفين ان ثانوية عامة امتحاناتها قربت جدا جدا، 22 او 21، فايه هي بقى النصائح المهمة اللي يعملوها دلوقتي ويعملوها هم رايحين الامتحان عشان يبقى الامتحان سهل وما يعدوش بالحاجات اللي بنعدي بيها، الضغط بقى واللي انت متوتر ومش عارف تحل وكنت عارف الاجابات بس دخلت الامتحان نسيتها والكلام ده. فاحنا جايين النهارده نحل كل المشاكل دي. اول حاجه وقبل اي حاجه كده، لو انت او انت كنت في علاقه عاطفيه واتسبتوا او عندكم ضغط في حياتكم من حاجه معينه او اي حاجه، كل ده مش هينفعك خالص عشان كل ده هيأثر عليك في الامتحانات. فلو انت مرتبط ولسه مفركش او عندك اي مشكله عاطفيه، اي مشكله في البيت، اي مشكله اي حاجه، حاول تركن الحاجات دي كلها على جنب مؤقتا بس لحد بس تخلص كده وقت الامتحانات والكلام ده، وبعد كده لو عايز ترجع لها ارجع لها براحتك عادي. بس يعني حاول بس الفتره دي ايه ما تفكرش في الحاجات دي خالص دلوقتي، ولا تفكر في ارتباط بقى، ولا تفكر في اللي انت فركشت، ولا تفكر انت عايز ترجع الاكس، ولا تفكر في اي حاجه خالص دلوقتي. انت مركز على الامتحانات بس. تاني حاجه، تاكل كويس وتنام كويس. مش فكره بقى انت بقى بتذاكر بقى وجامد جدا بقى وخلاص بقى فيش منك اتنين فتقعد بقى ما تنامش بقى بالتلات اربع ايام عشان تعب بتذاكر والكلام ده. الموضوع ده مالوش لازمه خالص، يعني نام ساعتك الطبيعيه عشان تعرف في الساعات الباقيه تذاكر فيها. فلو انت اصلا ما نمتش مخك اصلا مش هيستوعب الحاجات اللي انت بتذاكرها، فاكنك ما بتذاكرش اي حاجه خالص. يعني كده بيقول لك ايه، انا قاعد مثلا يومين بذاكر بس مش عارف احفظ المعلومه، عشان انت ما بتنامش، انت اصلا مش مدي لمخك ولجسمك الراحه اللي هو محتاجها، فهو مش هيديك المعلومات اللي انت عايزها. فنام 7 ساعات او 8 ساعات طبيعي جدا وذاكر. وانا كنت قايل لكم في فيديو قبل كده هسيبه لكم برده هنا، لا خلاص تعودت يا جدعان. انا بتكلم في الفيديو ده عن تنام امتى وايه احسن وقت للمذاكره، وان هو احسن وقت في الفجر والكلام ده، وجايب لك كده استراتيجيه كده تطبقها، يعني روح اتفرج عليها ينفعك جدا. وطبعا الاكل الكويس، عشان الاكل ده هو ده اللي هيدي لمخك ولجسمك الفيتامين وهيديهم الطاقه اللي انت هتعرف تذاكر ويبقى عندك طاقه اللي انت بتذاكر ومركز دايما والكلام ده. فالنوم والاكل مهمين جدا. تالت حاجه هي نظريه غريبه شويه كده في المذاكره، بس ابدا بالسهل وانت بتذاكر وابدا بالصعب في الامتحانات. يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي. يعني وانت بتذاكر حاول تذاكر الحاجات السهله، لكن وانت في الامتحان لو انت هتبدا الامتحان حاول تبدا بالحاجات الصعبه عشان تخلص منها الاول وتدي لعقلك الدافع اللي انت دخلت بقى في مود بقى الامتحان بقى وبتحل وبتسترجع بقى المعلومات والكلام ده. فتبدا بالصعب كده وتسخنه، وبعد ما تخلص الصعب تقوم بقى ناقل على السهل، بتلاقي ان الموضوع سهل خالص كده، اللي انت اصلا خلاص شغلت عقلك وكل حاجه كل حاجه شغاله، تبدا بقى ايه تحل بقى سهل بقى في الاخر. لكن في المذاكره بتبدا بالسهل عشان تنشط مخك كده بالراحه، بعد كده تدخل بقى تذاكر الصعب، فاهمني؟ ففي المذاكره هتبدا بالسهل وفي الامتحان هتحل الصعب الاول. رابع حاجه ودي مهمه جدا، ما تضيعش وقتك في التلوين بقى والهايلايت بقى والحاجات المهمه والكلام ده. دي انا وقعت فيها بصراحه. يعني انا كنت في الايام كنت في ثانويه عامه كان الصفحه كلها بتاعت الكتاب هايلايت اصلا، فكله بقى دخل في بعض، انا مش عارف بقى ايه المهم ومفروض ايه اللي كنت ابص عليه والكلام ده. غير كده كمان بتاخد كان وقت مني كتير، واعتقادا مني اللي انا بذاكر وفاهم انا بعمل ايه. ده هو خلي بس لو انت عايز تعمل هايلايت او عايز تحدد الهايلايت ده اللي هو الالوان، شريط الالوان اللي انتوا بتعملوه بالحاجات المهمه يعني. فلو في حاجات فعلا مهمه حاول تعملها مثلا عناوين حاجه زي كده، لكن مش تملى بقى الورقه كلها هايلايت بقى وتلوين والكلام ده، عشان ده بتاخد وقت وملهاش لازمه يعني، وهتلاقي كله دخل في بعضه ومش عارف ايه المهم وايه الحاجات انت ذاكرتها وايه الحاجات انت ما ذاكرتهاش. فنخف شويه من الهايلايت والتلوين. خامس حاجه ودي انا مش بترول والله عليها، بس انت حاول تذاكر في اماكن مختلفه. يعني النهارده مثلا في اوضتك، بكره في الصاله كده، ليه؟ علشان وانت في الامتحان انت لما بتكون مثلا متعود على حته معينه بتذاكر فيها في اوضتك مثلا، وتيجي تروح الامتحان اللي هو عقلك لا مش هي دي الحته اللي انا متعود اللي انا بطلع فيها المعلومات او بذاكر فيها، رجعني اوضتي تاني. فهتلاقي ان انت في الامتحان اللي انت كنت عارف المعلومه ومذاكرها كويس بس مش فاكرها في الامتحان، او بتاخد وقت عمال ما تفتكرها وانت متاكد ان انت حافظها. فانت عود مخك اللي انت في اي وقت هعرف استرجع المعلومات وهعرف اذاكر، النهارده ذاكرت في الاوضه بكره في الصاله كده، يبقى العقل متعود ان انت كل يوم في حته، فلما تكون في الامتحان هو جاي اصلا متعود ان انت في كل يوم حته، فهيسترجع لك المعلومات اكتر. والله مش بترول بس بجد فعلا المعلومه دي مهمه، ذاكر كل يوم في حته. سادس حاجه بقى ودي في
الامتحان في الاختيارات والكلام ده يعني في السؤال بتاع الاختيارات حاول ما تبصش على الاختيارات وانت بتحل, وحل بقى ايه مكان النقط دي من دماغك. ليه؟ عشان بيبقى ساعات كتير جدا بيحطوا اختيارات كلها شبه بعض, يعني الاربعه بتلاقيها نفس المعنى او الاربعه شبه بعض, فانت تلاقي نفسك انت اتلخبطت. فانت حاول تخبي الاختيارات خالص, تحل بقى من اكن ما فيش اختيارات, اكنها اكمل بالظبط, وتشوف مخك هيجيبها ايه, وشوف بقى مخك لما يجي يجيبها ايه بص بقى في الاختيارات هل الكلمه اللي جبتها دي موجوده ولا لا, عشان ما تبصش على الاختيارات وتلاقي ان كلهم نفس المعنى وتنسى اصلا الاجابه الصح. فدي مهمه جدا لو انت هتحل الاختيارات, ما تبصش على الاختيارات, تحل على طول كده اكنها اكمل, وبعد كده بص في الاخر على الاختيارات وهل انت جبته من دماغك ده موجود في الاختيارات ولا. وسبع حاجه برده في الامتحان, حاول تفرق ما بين الحل والمراجعه, يعني ما تحلش وبعد ما تحل على طول تقوم لازق كده وراها المراجعه على طول. ليه؟ عشان مخك اصلا بيهيئك وبيحسسك ان انت فشيخ جدا وانت حليت الامتحان كله صح, ولما تيجي تراجع انت اصلا ما مديتوش فاصل, فاللي هو لا يا صاحبي ما انا احنا لسه حلين من شويه صح, فهو اكيد صح. بتكتشف بقى امتى الكلام ده غلط, او المراجعه اللي انت راجعتها دي غلط, او ازاي دي حدت مثلا من تحت ايدي وانا ما فاكر اللي هي كانت صح ازاي كانت غلط. بعد ما بتخلص الامتحان وبتاخد بريك كده مثلا, تيجي بقى تراجع مع اصحابك تلاقي ان نص اجاباتك غلط اصلا مع انك انت كنت متاكد وحافظه. فانت حاول بعد ما تخلص امتحانك خالص تاخد مثلا بريك كده مثلا 5 دقايق 10 دقايق, تبص في اي حاجه تشرب ميه, وهنيجي في حوار الميه ده النقطه لوحدها. فانت حاول تشرب ميه, تبص في اي حته, تاخد نفسك كده 5 دقايق والكلام ده, بعد كده ترجع تاني وتشوف اللي انت حليته ده صح ولا غلط, اللي هي تبقى المراجعه بقى اللي في اخر الامتحان. هتلاقي اللي انت بصيت بنظره جديده واللي هو ايه ده انا ازاي كنت حلل دي غلط, ازاي انا اتلخبطت في هنا. فتبدا بقى ايه تشوف بقى ايه اللي انت كنت حله وانت ما كنتش مركز او طلع غلط. فحاول تفصل ما بين الحل والمراجعه في الامتحان. تامن حاجه وهي يعني نقطه غريبه شويه, بس ما تذاكرش جامد قوي قوي في اليوم اللي قبل الامتحان. ليه؟ لو انت ذاكرت جامد جدا جدا او رجعت جامد جدا جدا في اليوم اللي قبل الامتحان, انت بترهق نفسك على الفاضي. وكمان في كمان اصلا ناس اصلا ما بتنامش, ودي كارثه لوحدها, اللي هي ما بتنامش وبتفضل اصلا بتراجع لحد تاني يوم الامتحان, فبتروح اصلا هي هلكانه اساسا فما بتركزش في اي حاجه. فانت حاول في اليوم اللي قبل الامتحان تشوف بس كده حاجات بسيطه, ما تذاكرش جامد عشان ما ترهقش عقلك وترهق جسمك, وحاول تنام طبعا اليوم ده كويس جدا. ولما تيجي بقى تروح الامتحان بتلاقي نفسك ان انت فاكر المعلومات, عشان انت اصلا ما ارهقتش اصلا عقلك وجسمك امبارح في المذاكره. فانت بتذاكر على خفيف, بتذاكر جامد جدا. انا عارف المعلومه دي يعني ممكن تكون متخلفه شويه, بس هي دي الحقيقه, ما تذاكرش في اليوم اللي قبل الامتحان جامد جدا. تاسع حاجه بقى, ودي انا اتكلمت عليها في الجيم وقرفتكم بيها, الميه. الميه مهمه جدا 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 في ثانويه عامه, زي ما هي مهمه جدا 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 في الجيم. تشرب على الاقل 4 أو 5 لتر ميه في اليوم. هتقول لي كتير جدا يا كريم والميه ملهاش لازمه, لا الميه بتخليك نشط دايما. ولو عندك مكسرات او عندك شوكولاته او عندك الحاجات اللي بتبقى فيها فيتامين الكلام دي لازم تاخدها برده, لو مفيش عادي الشوكولاته كده كده موجوده كل حته يعني. فممكن تجيب شوكولاته مثلا تفوقك مثلا, او ممكن مثلا تجيب الشوكولاتايه اللي هي كمكافاه ليك, اللي انت مثلا بعد ما ذاكرت نقطه معينه فانت بتكافئ نفسك بالشوكولاتايه. بس برضو ليش دعوه بالشوكولاته وليش دعوه بكل ده, الميه مهمه جدا جدا جدا. تمام. عاشر حاجه, ودي عن تجربه شخصيه, اللبانه. حاول كده وانت رايح كده الامتحان, طبعا انت هتجيب طبعا ميه وانت رايح الامتحان ده وش يعني عشان تشرب وانت بتحل والكلام ده, وحاول تروح باللبانه تبقى في اللبانه في بقك. ليه؟ عشان وانت بتاخد اللبانه كده من الصبح مثلا وانت رايح الامتحان وانت بتمتحن, اللبانه بتخليك ان انت تركز اكتر في الامتحان او تسترجع المعلومات اللي انت كنت مذاكرها. لكن لو مفيش لبانه ما اعرفش, بس بحس كده وانا في الامتحان وجربتها كذا مره, وفي دراسات كتيره جدا بتقول كده. طبعا هتقول لي طبعا فين المصادر, اقول لك والله انا مش فاضي ان انا اجيب مصادر واحطها لك, وانت كمان مش فاضي انك تبص على المصادر وتتاكد. فانت اعمل اللي بقول لك عليه وخلاص يعني. حاول تجيب لبانه كده وانت رايح كل امتحان, وتفضل تاكلها كده وانت بتمتحن لحد ما تخلص, وهتلاقي ان الموضوع فارق معاك من غير لبانه. عايز تجرب بقى من غير لبانه في يوم ولبانه في يوم, براحتك يا باشا, امتحانك بقى ايه وانت حر فيه يعني. ممكن اليوم بتاع اللي من غير لبانه ده ما تلاقوش مش عارف تحل, براحتك يا باشا. انا بقول لك المعلومه, لا انت مش عايز بقى براحتك, ماليش دعوه. بس كده, ودي تبقى 10 حاجات المفروض الطالب يعملهم قبل الامتحان وفي الامتحان عشان يعدي الامتحانات على خير. وكده كده اصلا هم كلهم شهر وهيخلصوا وخلاص يعني. عارف ان الكلام ده اتقال كتير, بس حرفيا اللي فات كتير جدا واللي باقي قليل جدا جدا, فما تضيعش اللي فات ده كله عشان تعب شهر زياده. بس هي شهر, ما كملش كمان شهر. فانت حاول تمتحنه وتركزه جدا وتركزه في الكلام اللي قلته. وفي سلاسل فيديوهات برده للمذاكره الفعاله والثانويه والكلام ده, هسيبها لكم برده كلها هنا كده عشان تتفرجوا عليها وتنفع. وانا اسف جدا على ان انا طولت جدا في الفيديو ده, واسف جدا ان انا اتاخرت في الفيديوهات الفتره اللي فاتت, بس كل حاجه هتتقال في ساعتها, واقول ليه انا وقفت وليه اتاخرت الكلام ده. وراجعين بقوه تاني, وطبعا زي ما احنا متعودين كل يوم حد واربع فيديو مهم جدا. فما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه ولايك وشير للناس بتاعت الثانويه العامه, عشان يعني اللي مش عارف معلومه من دول يحاول يعرفها. وما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. عشان كده يا بنت ما كنتش عارف انا موقف ليه, ليه؟ عشان انت مش عامل ولا فولو ولا تويتر ولا انستجرام, فانت مش عارف. فانت حضرتك روح اعمل لهم عشان لما اجي اوقف هتعرف انا وقفت ليه. وبس كده, وكالعاده وحشتني جدا جدا الكلمه دي. دوس يا كوتش, السلام عليكم.